اكيد هنسمع كلام بلاس 18 كتير، هينفخوا، هيجيبوا ملبوس، هيشب للحكام واللعيبته، هيعيد عليهم، هيحلهم كلهم على قائمة البيع، هيجروا وراهم بسكينة ويرفع عليهم عواده كلهم. ربنا يستر منه، ربنا يستر، ربنا يستر منه والله. لا طبعا هيروح. طبعا هيعنف اللعيبة، مش هيعمل حاجة عشان احنا الأول أساسا متصدرين. احتمال يفسخ تلات أرباع عود اللعيبة يعني، ما بتفرقش معاه. سرحهم ببطيخ، هيموتوا يعني بالبلدي كده، هيعلقهم واحد واحد على باب النادي. هيلعب بجامته ويمشي في الشارع من غير جلابيه، هيعمل معاهم حاجات مش كويسه. طلع سي دي لكل لاعب في الزمالك لو اتغلب، هينفخهم. ظبطهم تظبيطه جامده يعني، من التظبيطات بتاعته الحلوه اللي احنا بنسمعها دي بصراحه. هيطلعوا له الملفات القديمه اللي كان حرام واللي كان عليه شكايات، كل ده هيطلعوا له ان شاء الله. هيعمل زي ما عمل تقريبا، اذكر ان كان في فريق الطايره عنده كان خسر برده دوري او كاس، وراح جاب لهم كاس بلاستيك من مصر. معاهم سيدهاتهم، اقسم لا اجيب كلكم بلابيس، هيقلع لهم ملط في الملعب وهيجري وراهم بالشباشب. هيعنف لعيبته طبعا، لان الماتش ده بالنسبه له مهم جدا بالنسبه للدوري. لو خسروا لا مش هيبقى فيه كلام تاني، هي خلاص الفرصه الاخيره. صدق منصور محدش يتوقعها الصراحه، هيمشي فريرة.